الله يعطيكم العافية يا أخوان، وجمعة مبارك عليكم وعلى أهل بيوتكم الأطيار. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا أخوان، ذيك مرة أنا نزلت مقطع فيديو، طبعا في أول 40 مشترك ما عطانيش 3 مشاهدة، 3 دقائق مشاهدة. تخيلوا قديش 3 دقائق مشاهدة. أنا ما بدي تكتب لي أنا أول وثبت وما ثبت وإنت ما بتتفرج عليه. إذا بدك أنت تعطيني اللايك أنا بديش إياه. يا أخوان خلينا نرجع لموضوعنا اليوم. طبعا اليوم يا أخوان، اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا اليوم صدنا 3 طيور، اليوم 3 طيور للآخر. خليكم معي عشان أنزلكم يوم فيديو. هذا الطير طبعا أخوي لقيه على السطح مع الحمام، هاي شايفينه، تبه مش لابس مخلف. اوكي، وهذا الطير كمان اخوي لقيه اليوم طاير، بس نقز له مع الحمامات شوي، حط عنا لحاله. والمشكلة الاكبر هذا الطير، صيد موعد وخليط وطير جامد. شوفوا الفيديو ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعمونا بالمشاهدة، ما بدي لايك، ادعموني مشاهدة. الله يعطيكم العافية والسموحة من الجميع. الله يعطيكم العافية يا اخوان، جمعة مبارك عليكم وعلى اهل بيوتكم الاكرام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هاني يا اخوان انا بالشارع، شايفين هاي اخوي ماسك على الشفر، هاي شايفين، هاي 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 شفر مدبج، والله بدي يحط. هاي حط يا اخوان، شايفينه، هاي هاي شايفينه، والله قطعة كبيرة يا اخوان. هاي جهاد، حطت يلا بس خليه حطته، اطلع لكم يا اخوان. هاي يا اخوان شايفينه، بس شكله مخلف الطير. خليني اطلع له يا اخوان واشوفكم. اوكي، يعطيكم العافيه. كثر كثر الحمام، والله بدي احط. الله يعطيكم العافيه يا اخوان. اسمع، شكله مخلف، بس مش كلها تطيرها، مش كلها تطيرها. خلص خلص نكمل. ايه بتدور مع حاله، قسما بالله وانا بالشارع قلت خليني هلا حق اصور وانا بالشارع. انا شايفه بالشارع، ليش بلاد عليك؟ بقول لك انزل فيه، بدي احط. تعال تعال، انت قاعد بتطير فيها، تخلوش يشد. اسمع، الطير صار يشد لفوق، الطير صار يشد، يعني صار يشد، يعني تعب الطير، لازم ينزل. شمس بعينه، هاي شايف كيف صار يفلت؟ قسما بالله ايوه، خلي خليه هيك، لازم نسوي ربطه. شوف هذا المعرس عند الرائد. ايه؟ المعرس العرائد. انه معرس؟ مكرر ذلك، حريصة، في وراه سلم كبير. إله؟ ايه؟ اه. ليش حاطين هذا؟ تاخذ لي مرايين تعود. طلع لي على الرصة، طلعها. معنا اه. شكله مخلف.
ايه شنو هذا الدبان اللي صدناه طاير مع الحمام؟ اه بحط ايه والله يا اخوان شاف الطير شدت الحمام فيه. تع 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 بس بس حبس تع حبس. في حد فوق؟ ايه سامع بدنا حمام جوعانة. افتح هذاك الخم على الزاوية انه في حمام طاير بدنا نحبسها غاز. هاي حطت حطت الحمام سبحان الله. رحنا فتحنا الباب طلعها على الرصة خليها تاكل على الرصة فوق. ايه يلا حط يلا واحد. انا اخوان الشمس بعيني والله العظيم. خل اريح شوي. شو وينه بنات نزلنا والله بدي حط والله. يا اخوان والله العظيم الطير بدي حط قبل اذن الحمام بس الحمام مش مساعديته تاعتنا. يلا وطيت وطيت مليح مليح هسه اذا ما كفت قبل الحمام تعرج يعني. هلا ابو الامير يلا يا حا واحد اثنين وينك خلي هاي حا هاي 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 وراك وراك علف علف على الأرض. طلعنا طلعنا على الرصة طلعنا طلعنا عشان ينزل أيضا قدام ينزل قدام ينزل علف الحمام علف لها علف لها على الأرض أرض نحن طلعناها عشان ننزلها قدامه. والله
هاك ابو امير صور والله العظيم تعبت انا. تعال 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 ودير بالك تجلس على الطرف غاده ابو امير. قويها 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 هذا جميل غاد نور احمر ايوه اي لك ها ايوه ايوه رجع ايوه ايوه الاحمر هاي السبب شو خير؟ ها؟ هاكو؟ أيوة فوق راسك. نعمت من الشمس. أيوة. هاي لف معها. لا اي وراهم يجيب قدامه بيلف وراهم ركوا وراه شايفه هاي فوق 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 هاي هاي فاتت معه يعني الشمس يلا 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 يا رب يا والله اسمع لو طير معه ضل واحد خليه معه هاي يا اخوان الطير شايفين نور الحمام صار ايه؟ لا 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 خلص شيلها شيلها خلص هاي الحمام بدها تحط هاي كلها كلها بدها تحط هاي ها صار بيناتهم خلص ايوه ايوه بده ياخذ راحته هيك ايوه راح خلي خلي عادي عادي بس تحط الحمام بينزل معها كيف فاتح دمو بس يا هاي بنتي يا حبيبي عرفت عنها اي ورا برجع برجع ايوه رجع رجع هاي نزل عليه نزل اسمع بده ينزل على التحتانيات وترى خلص خلينا نسير جنب هاي الطير يا اخوان شايفينه والله العظيم الطير دايخ تعال زين
اطلع شي من زين. مش كيف هيك الحمام لو تحطها. هاي هاي نزل. طبعا طبعا يبعد ونزل جاي هي اللي فيه ايه لبست فيه اقسم بالله فكرته هو ايه ايه بس شد عليها لف لف محن والله والله لف محن صح اي والله اي اي قش الجوال وعد لك شيء ما عاد خليها تلف معه تصب خلاص انسى خليها اذا فاتت هذول خليها تعال هاي حط يا اخوان وبلشت تصفير ولعت فتح الباب لا ما يرفع تعال طمل طمل لا تيهاش خلي على حتى طمل لابس احمر صح؟ ايوه هاي يا اخوان قدامكم شايفينه؟ هاي لابس احمر هاي قدامكم واقف على الرفصة جنب الدبان هناك لا لا إذن في شغلين طيروه طب محمد إذن فوق فوق العب زغلات شغال سن خلي خلي وجهه لغا لا لا تعال تعال
هيت يا اخوان الطير لحاله شايفينه هي لحالها نزل خلص خليه هاي قدامك هاي جاي عندك اسمع ماله جاي لهون بده مي اشي امسكه على الزاوية هون حطه شو عندك الله يعطيكم العافية اخوان تم الصيد بنجاح هنا ابو امير هنا على مخته هلك كيف انا شد الحمام الثاني عليه بدي ينزل والله العظيم الطير تعبان هات هات فيك شوف ما قلت اه حلو لا شفر حلو بالصلاة على النبي ايوه نخلي هيك يا حرامات شكله بنهاية السنة يلا يعطيكم العافية اخوان ونشوف شو بصير برجع لكم